السلام عليكم إخواني، كنوجه هاد الفيديو الناس ديال الطيور بشتى أنواعها. هذا واحد الطير كان يعني كان مهاجر، و يعني شتيتو ما عرفتش إلا كان حمام، يعني من النوع ديال الحمام. كيف ما كتلاحظوا، شوفوا المنقار ديالو كيدير، يعني المنقار عجيب. وملي ترخشي يدي يعني كيتعامل معايا بواحد الطريقه اللي شويه يعني قبيحه بزاف. وانا كنستغرب ان الحمام ديال هاد الحمام انها تتعامل معاك بهذه الطريقه. انا يعني انا تنتمنى من الناس، يعني كما كنقولوا الحريفيه، وعندكم واحد المصطلح كيقولوا لكم البزيقيه. بغيت نعرف النوعيه ديال هاد الحمام. والغريب في الامر انني لقيت لها مقطع عليها واحد جوج اصابع، يعني جايه مهاجره وجايه في واحد الحاله يرثى لها، ومقطع لها جوج ديال الاصابع وكتاكل. ولكن ملي كنبغي نوكلها ولا شي حاجه، كتعامل معايا بهذه الطريقه يعني الطريقه الوحشيه. ومع العلم اننا الحمد لله يعني كانت في واحد الحاله يرثى لها بزاف، كيف ما كتلاحظوا يعني حاط لها الماء، حاط لها كل شيء. كنتمنى تقولوا لي اش من نوعيه ديال هاد الحمام. ودابا ما مهنيش راسو، باغي يضرب، باغي يعني بواحد الطريقه كيف ما كتشوفوا نتوما. وحتى المنقار يعني المنقار ديالها واحد طويل، فوالا واحد طويل كيف ما كتلاحظوا واحد طويل وواحد قصير كيف ما كتشوفوا اخواني الكرام. وتبارك الله يعني ما شاء الله تياكل بواحد الطريقه اللي وكيبقى يلعب يعني في حاله تاهب بهذا المعنى، يعني غير كتدخل يدك ولا شي حاجه. الله يرضي عليك، انا فهمتي، انا ما ناويش ناذيك. كنتمنى من المشاهدين الكرام يعني الحميميه وكاع الناس اللي عندهم تخصص في الطيور والبزيقيه بهذا المعنى ينصحونا ويقولوا لنا شنو هو نوعية واش حمامة. يعني أنا أول مرة كنشوف حمامة المنقار ديالها هكا، حتى الرجلين ديالها يعني مختلفين، سبحان الله. ما تنظنش أن حمامة، شدينا حمام تاعينا ما عمرها كانت بهذه الطريقة ديال أنه يتعامل معك هكا بهذه الطريقة. يعني ما كيخليكش أنك تلمسو ولا شي حاجة. المهم تنتمنى من إخواني الكرام أنهم ينصحوني، والله يجازيكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.